بقدر، وما أمرنا إلا واحدة. قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة، في أي شيء أم في أمر البعث فقط؟ يعني كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا، أي شيء؟ قال العلماء أي لا مثنوية فيه، ومعنى لا مثنوية أنه لا يكرر الأمر، فملك الدنيا أو رئيس الدنيا قد يأمر ولا يطاع فيكرر الأمر، ولا يطاع فيكرر الأمر ويتوعد، لكن أمر الله كما قال وما أمرنا إلا واحدة. وقيل المراد بالأمر هنا الأمر بقيام الساعة، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. فمن العلماء من قال وما أمرنا إلا واحدة، أي أمر لله سبحانه وتعالى لا مثنوية فيه، إنما إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومنهم من نزل ذلك على أمر الآخرة والنفخ في الصور كما قال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. والمعنيان بلا شك صحيحان، والأول أعم، فإذا قلنا إن أمر الله سبحانه وتعالى لا يتكرر فدخل فيه أمر النفخ في الصور والصعق ونحو ذلك، فهذا الأظهر والله أعلم. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا